دكتور رشيد باللباه، أريد منكم أنتم أيضا تعليقا على حال الانفعال والتوتر وربما الاحتقان الذي عاشته جبهة البوليساريو منذ صدور القرار الأممي بالأمس. فور صدوره أصدرت بلاغا، اليوم جنحت إلى هذا التصعيد، قبل أيام شوشت وخلقت يعني ما خلقته من أوضاع غير مستقرة في معبر الجرجرات. ماذا تريد البوليساريو؟ من ماذا يعني اليوم هي تشكو، وكيف تتوقع أن تؤثر أو أن يؤثر ما تقوم به على مجريات الأحداث التي اليوم هي في منحى واضح ويتسم بالوضوح وبالثبات وكذلك بالحزم؟ غير التثمين، هو كاين تناقض كبير بين، هو عمل مدروس اساسا، ولكن هناك كاين تناقض ما بين كيف تفاعلت الجزائر مع قرار 25/48 ورد فعل جبهه البوليساريو. في الجزائر لو اخذنا وكاله الانباء، كانت قامت بقصاصه، ما كانتش ناريه، ما كانش فيها رد فعل قوي ضد المغرب، انها تعاملت مع الامر وقالت انه في سياق مساله الاستفتاء ومساله تقرير المصير. لكن جبهه البوليساريو هي تقصد من خلال التحرك لايقاف المسار الجديد. أهمية المسار الجديد دكتور بلباه انه نوع من توزيع الادوار بين جبهه البوليساريو والجزائر، نوعا ما بالنسبه للجزائر يعني مدروس وممنهج. الجزائر هي عندها مشاكل سياسية قوية جدا. غدا هناك استفتاء حول الدستور، كاين مرض رئيس البلد، كاين مشاكل داخل المؤسسة العسكرية، فهي تتجنب الدخول مباشرة في خلاف وصراع مع المغرب حاليا. ولكن هذا لا يعني أن العمل بروكسي تقوم به جبهة البوليساريو، غير لفهم لماذا جبهة البوليساريو اليوم هي تدفع في إطار المسألات أن حمل السلاح من جديد وعدم الاعتراف بقرار 690 ديال 1991 اللي مرتبط باتفاق وقف إطلاق النار. هذا مهم للغاية. التحول الكبير بدأ في 2018. لماذا؟ لان البنيه ديال القرارات منذ 2018 مع قرار 24/14 24/40 24/68 24/74 قرار حتى القرار اليوم ديال 25/48 ولا فيه نوع من استقرار لا في الهندسه المعياريه ديالو ولا في المحتوى، بمعنى ان مساله ديال الاستفتاء ليست وارده، مساله ديال احصاء ساكنه تندوف هذا ولا اساسي. ثانيا المسالات ديال الحل السياسي مذكوره 6 مرات في منذ قرار 24/14 كتذكر 6 مرات، وهي مرتبطة، وهذا هو اللي مهم جدا، أن مسألة الحل السياسي مرتبطة بتقرير المصير، ولكن تقرير المصير ما مرتبطش بالاستفتاء، بمعنى أن مسألة الاستفاء ما بقاتش مطروحة، وهذا أساسي للغاية لتثبيت البناء الاصطلاحي وأيضا لفهم رد الفعل المتشنج لجبهة البوليساريو. كاين البعد اللي كيرتبط بالجهه الجهوي والجيوستراتيجي، بمعنى ان منذ 2018 البعد الجهوي ولا اساسي، بمعنى ان الحوار والنقاش ولا هو رباعي، كالجزائر كفاعل في الحوار وله مسؤوليه، وكذلك موريتانيا. من بعد يكون الكلام على دول الساحل لان مذكوره اول مره كتذكر منذ 2018، وكذلك دول المغرب العربي. دكتور بلباه اريد ان ابقى سأعود إليك، أريد أن أبقى طبعا في مخاطبة الجزائر كما جاء بذلك القرار الأممي والذي للجواب سأعود إليك. تفضل.
هو جبهة البوليساريو تحاول اليوم أن تحد من هذا استقرارية هذا المسار الجديد منذ 2018 من خلال القرارات الخمس. لماذا؟ هي تريد الرجوع لقرار 690. لماذا؟ لأن قرار 690 كي مخطط التسوية باتفاقية وقف النار، بمعنى بالنسبة لهم مخطط التسوية هو الضامن لوقف النار. إذا ما كانش مخطط التسوية، مسألة اتفاقية وقف النار هي قابلة للانتهاك.